اهلا وسهلا بكم. من هنا ال5 سنين ما نبقاوش محتاجين الفلوس، وكذلك البطاقات البنكيه باش نخلصوا، يعني غادي نخلصوا بيدنا. غدير يدك بحال هكا بحال شي كارطه وغدوز البيمون ديالك سيدي. امازون راه هي خدامه دابا في الولايات المتحده الامريكيه، دايرين هاد القضيه ديال تخلص بيدك. وكيفاش تتخلص؟ قال لك هذاك الاوعيه الدمويه اللي عندنا في اليد عندها علاقه بالخلاص، يعني كل واحد عنده اوعيه دمويه خاصه به هي اللي غتميز واحد مع واحد. يعني غادي تمشي للسوبر مارشي تقدر غادي دير يديك في بلاصه لاكارت ولا في بلاصه شات لي الضحكه اسمحوا لي. فكرت لي داروا هذه القضيه في المغرب، تصوري يديروا هذه القضيه في المغرب ومع الشفاره ما نقولش ليكم واللي يدين ما يبقاوش. سمحوا لي يا زلمه، والله الا هادشي اللي قلتيني قوه التكنولوجيا ولات تضحك بعد انا صافي راه تنبقى نضحك بوحدي بحال شي سطي. ايوا سيدي مولاي قال لك من هنا ل5 سنين غنعودو نخلصو بيدينا، ما نحتاجوش لاكارت البنكيه وما نحتاجوش الاموال، يعني تكون عندنا الماده يعني المال، تكون عندك الفلوس في البطال ديالك. يعني داروا هاد السياسه اللي هي راه سياسه اصلا، شوفوا باش شنو الهدف منها. ولكن انا ضد هاد المساله الصراحه، كيفاش غديري يدك وتصور ما عندكش الفلوس تاخد اليد ديال الاخر وتخلص فيها؟ فهمتش انا والله الا الشراف تيدخلش ليا العقل ديالي. عادتوك التكنولوجيا مع تتزاد وتتزاد ما تتبغي تبقاش تدخل لينا الوعي ديالنا. اي والله يصاوبوا صافي اش غنقول لكم. وراه ديجا كانوا قالوا شحال هادي بان في الشين في الصين قال لك دايرين عتولي ديك القضيه ديال في الشهر خاصك تخسر الاموال كامله اللي عندك، الا ما خسرتيش داك المال اللي عندك غادي تفقده. هذه راه اصلا تاهي هضروا عليها دابا زادوا كملوها بليد. ايوا صافي عطيني يدك نخلص، سمحي لي يا اختي عطيني يدك نخلص بها، سمح لي يا خويا عطيني يدك نخلص بها، يدي خاويه ما فيهاش الفلوس. الله يتهد شي تيضحك وحق الله. قولوا لي الله يعطيكم الستر الاراء ديالكم في هذا الشيء اللي غادي يجي وهادشي اللي غيعيشوه ولادنا. واش نقول لكم هادشي راه ولا يخلع، والله الا ولا يخلع. يلا عطوني الاراء ديالكم، ماشي انا اللي ضحكني هادشي بعدا.